مين الشخص اللي ساعدتيه وقدمتي له كتير وبس صار مشهور درلك ظهره ونسيكي؟ في كتير ساعدتهم، بس في شخص في محدد ساعدتيه كتير وقدمتي له كتير ودرلك ظهره بس وصل نسيكي؟ ناجين الراسي. هلأ رجعت اعترفت إنه أنا اللي ساعدتها وأنا اللي خليتها تفوت بهذا الدومين. هلأ لما فات الأوان. أنت ساعدتيها كتير؟ أنا ليك هي بالآخر كمان ما بدي إنه أظلمها لنادين، يعني هو باب فتحت لها إياه ووقفت حدها كرمال تبلش بأول خطواتها بكل شيء من شكلا ومضمونا. وبعدين هي نادين شاطره وقدرت قلعت بقويتها.